السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك تعرف ان الاسبرين ممكن يستخدم بطريقتين، اما بجرعات عالية او بجرعات منخفضة. في 60 ثانية هقولك على اهم استخدامات الاسبرين بجرعات عالية وبجرعات منخفضة. اول طريقة هو استخدام الاسبرين بالجرعات العالية، يعني من 325 ملي جرام الى 625 ملي جرام في اليوم. الجرعات العالية ديت لها القدرة على تخفيف الالم والتورمات والالتهابات، وكمان بتقلل ارتفاع درجات الحرارة. الاسبرين بالجرعات العالية بيستخدم في الحالات التالية: الصداع والتهاب العضلات والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب جراب المفاصل، الالتواءات والكسور، الام الدورة الشهرية، الالام بعد العمليات الجراحية، الحروق والاصابات الجسدية في حالات ارتفاع درجات الحرارة. الطريقة الثانية اللي بيستخدم بها الاسبرين بيستخدم بجرعات منخفضة، يعني من 75 الى 100 ملي جرام في اليوم، والجرعة دي بتمنع التصاق الصفائح الدموية ببعضها، فتمنع تجلط الدم وتقلل الاصابة بامراض القلب. الاسبرين بجرعات منخفضة بيستخدم في حالتين اتنين: انواع السرطانات المختلفة زي سرطان الرئة وسرطان المريء والقولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الكبد وسرطان الجلد. وبيستخدم الاسبرين بجرعات منخفضة في الوقاية من الجلطات الدموية، خصوصا للمدخنين والناس اللي عندهم مشاكل في القلب والاوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم، وكمان ارتفاع في مستوى الكوليسترول او اللي عندهم سكر. دي طرق استخدامات الاسبرين بجرعات عالية وبجرعات منخفضة.